بطولة جديدة في فترة وجيزة، استعدادات باش تكون ذهنيا أكثر مش تكون بدنيا. نتصور الأولاد حاضرين كما يلزم، مباراة دربي مغاربي، زوز فرق مش غراب على بعضهم. إن شاء الله نكونوا على تم استعداد الغدو إن شاء الله. ما فماش في إفريقيا مباراة عادية، كل المباريات عندهم وزن ثقيل. دور نصف نهائي نتاع بطولة جديدة، بطولة عندها وزن ثقيل في القارة الإفريقية. ناخذوا بزمام الأمور إن شاء الله. فما شوط أول في الدار البيضاء، فما شوط ثاني في تونس. نحاولوا نطبقوا اللي تمرنا عليه، نكونوا حاضرين ذهنيا وجسديا ان شاء الله، وربي يوفقنا. هذا واجب نتاعي باش نعاون اصحابي، باش نكونوا ان جروب سودي. يعني تصور دي ديتاي هذوما عندهم قيمه يعني في اي فريق. نحن انا اليوم مع اصحابي مجموعه كامله هوني، عندنا اوبجيكتيف واحد كما تعرف فهمي، ترجي يدخل البطولات باش يهز الالقاب. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم. نساند اصحابي حتى من المدارج وان شاء الله ربي يوفقهم. الميدان هو الفيصل خويا، الميدان هو الفيصل. نتصور اصحابي حاضرين ان شاء الله كما يلزم، الكل ميورغان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.